Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم. كل الأنظار متوجهة الآن نحو سامسونج وجنرالها المنتظر الجالكسي نوت 10، وأهم ما راح تعلن عنه سامسونج تم تسريبه عن الجالكسي نوت 10 عدة مرات، وغطيناه بالقناة بأكثر من فيديو، وإذا تحب تقدر تلقاها للفيديوهات بالبطاقات العلوية. لكن أكو جهاز أموره ماشية تحت الرادار والعيون ما متابعته أبد، رغم أنه هو أهم تابلت بعالم الأندرويد كله، والجهاز الوحيد اللي نازل للساحة لمنافسة الآيباد برو من أبل. جهازنا اليوم هو أفضل وأقوى وتابلت اندرويد برأيي، هو التاب اس 6. ظلوا ويانا. اللي تسرب من صور التاب اس 6 فهو رح يجي بنفس تصميم عائلة الجالكسي، بحواف ألوميديوم وظهر زجاجي تقريبا يشبه النوت 9، وأيضا من ثلاث ألوان هي الأسود والأزرق والرصاص الغامق. بالحافات الجانبية مالته بوحدة من الجهات رح تلقى أربع بنات مغناطيسية على مود الكيبورد اللي يرتبط به. طبعا هذا الكيبورد رح يكون منفصل ويباع أيضا منفصل. ظهر التابلت حتلقى به أخدود أو مكان محفور أو خندق للقلم، وهذا يأكد إنه القلم راح يكون يثبت بالمغناطيس ويعمل بالبلوتوث، يعني خصائص وميزات أكثر لعمل القلم. كعادة سامسونج مبدعة بشاشاتها، والتاب S6 راح يكون بشاشة مقاس 10.5 إنج روعة من نوع الدايناميك أموليد بدقة الكواد HD. تبقى نقطة واحدة مهمة، هل راح تكون الشاشة بدون بالم ريجكشن أو لا؟ البالم ريجكشن هي طبقة تسمح لك بأن تكتب بأن تحط راحة الإيد على الشاشة أثناء الكتابة، وهاي الميزة شالتها سامسونج من التاب S4، كانت موجودة بالقبلها وأتمنى ترجعها للS6، لأن الهدف من وجود القلم أنه تكتب براحتك مو للتأشير والتضليل فقط. الحافات حول الشاشة حتكون من الأقل والأصغر بأي تابلت، واحتمال تكون أصغر حتى من الآيباد برو. هنا مصدر قوة عائلة التاب S من سامسونج عن بقية تابلتات عالم الأندرويد، لأن سامسونج تستعمل دائما بهاي الأجهزة أرقى وأقوى وأفضل عتاد موجود. والمصادر تأكد أن المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 855 الأحدث، والرام 6 جيجا، والذاكرة الداخلية 128 جيجا أو 256 جيجا، مع دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية لحد 1 تيرا. يعني تاب S6 راح يكون بالأداء حالة حال S10 بلس، شاشة عملاقة وممتاز بكل المهام. سامسونج بحسب الأخبار راح تخلينا بطارية بحجم 6850 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وفتحة الشحن هي USB Type C، وهذا راح يعطيك أداء يوم كامل مهما يكون استعمالك. أيضا وجود الشحن السريع راح يعطيك شحن 50% من قوة البطارية خلال ساعة. هاي هي النقطة الأهم بتابلتات الأس من سامسونج، لأن سامسونج تحاول تتجاوز بتابلتاتها السبب الرئيسي لموت تابلتات الأندرويد، وهو أنه نظام الأندرويد ما بي نسخة مخصصة للتابلت، وتطبيقاته ما تعمل بسهولة بوضع الشاشة الأفقي، وكل تطبيقات الأندرويد على شاشات التابلت مجرد سوي ستريتشنج أو تحاول تكبر على قياس الشاشة، وهذا يعني أنه هي راح تكبر بشكل غير متناسق، عكس أبل والآي أو إس وتطبيقاته اللي أبل تفرض على المصممين والمطورين يسوون تطبيقات مخصصة للعمل على الآيباد. وهنا سامسونج تحاول تخلي تطبيقات الأساسية معدلة اللي هي تستعملها مثل متصفح، تطبيقات النظام، الملاحظات تكون خاصة للتابلت. وأيضا سامسونج تهتم بتطبيقات الكتابة على الشاشة بالقلم الديجيتال مالتها، وتطبيق النوت من سامسونج هو الأفضل بهذا المجال. تابلت راح يجي بنظام تشغيل هو الأندرويد أوريو 9.0 بحسب الأخبار، بواجهة سامسونج الوان يو آي الجديدة والسريعة والقوية. التسريبات أكدت أن التاب S6 راح يكون أول تابلت بالعالم بكاميرتين بالظهر، الأساسية بقوة 13 ميجا بيكسل F1.9، والثانية تليفوتو لينز بزوم بصري 3X قوة 5 ميجا بيكسل، وهي سابقة بعالم اللوحيات كله، وتتقدم بها سامسونج على المنافسين بوجود الكاميرتين. أختم وياكم أصدقائي بعدة ملاحظات. سعر التابلت غير معلن حتى الآن، لكن التوقعات تقول أنه راح يكون قريب من سعر الآيباد برو 10.5،
من أبل، يعني بحوالي 800 دولار، عدا سعر التايب كفر اللي سعره حوالي 100 دولار. الملاحظة الثانية أنه هذا التابلت مخصص بشكل أساسي لعشاق نظام الأندرويد القوي اللي يفتقدون لتابلت أندرويد بمواصفات عالية مقابل الآيباد برو، وأيضا موجه لعشاق الديجيتال إنكينج أو الرسم والكتابة الرقمية، لأن قلم سامسونج بالنوت والتاب أس دائما ما يكون الأفضل بهذا المجال. آخر ملاحظة قبل الختام، الجهاز متوقع أنه تعلن عنه سامسونج يوم إعلانها عن الجنرال المنتظر النوت 10 يوم 7/8/2019. لا تنسونا أصدقائي من اللايكات، وإذا ما مشتركين نتمنى أنه تشتركون لأن بدعمكم نتطور ونواصل المشوار. في أمان الله.